خبرنا الأول عن الأمريكي اللي ما سمح للغرق أنه ياخذ منه والدته، فواجه الفيضانات وسبح 45 دقيقة عكس التيار لينقذها، ويلي غرقت بسبب إعصار إيان، وهالشي بعد ما رفضت تطلع من بيتها، بس كان الإعصار أقوى من كل حجر فيه. دخلت المي وارتفعت وكانت رح تتمكن منها لولا وصول ابنها باللحظة المناسبة لينقذها. الأم حياة، هو حاول ما يفارق الحياة مرتين. والخبر الثاني رح يكون بعد الإشاعات يلي أحاطت الفنان قيس الشيخ نجيب والفنانة روعة السعدي بأنهم متزوجين بالسر. قال الفنان قيس أنه كان يزور والدها الكاتب هاني السعدي كتير مع والده الراحل محمد الشيخ نجيب، ونفى وجود أي علاقة عاطفية، وبالرغم من وجود أعمال كتير جمعتهم في بيناتهم زمالة وبس. وقال يبدو في حدا حب يجمع راسين بالحلال بس بدون أي صحة لها الخبر. وأما الفنانة روعة السعدي فكمان علقت على الموضوع وقالت انه هي معجبة فيه كفنان، وانه قيس ما له صديق مقرب على الصعيد الشخصي. وخبرنا الثالث والأخير عن العلاقة اللي بتجمع عرضة الأزياء جيجي حديد والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ويبدو أنه علاقتهم رح تصير علنية قريباً. فجيجي ممتنة لدخول دي كابريو حياتها، وأنه هالعلاقة هي كل شي بتحتاجه. وصفت جيجي دي كابريو بأنه هادئ وأنها سعيدة بالعلاقة الغير رسمية معه.